ولكن سيد الوزير سؤالي اليوم جاء نتيجة عن لما كنعرفوا احنا كاملين أن المنتخب المغربي شرفنا وشرف ورفع رؤوسنا أمام الأمم، وكذلك من حيث الاستقبال اللي كان اللي بهرنا فيه العالم، وكما قال أحد الصحفيين الأرجنتينيين أن يجب أن نأخذ التحضر من المغرب، لكن للأسف تعرض أحد لاعبي المنتخب المغربي لتشهير لدرجة التطرف والداعشية شيء غير مقبول تماما. ومن هنا أرفع القبعة عاليا للصحافة النزيهة التي تشتغل بمهنية واحترافية والتي تتحرى صدقية الخبر قبل نشره وبالدليل. سيد الوزير، خطورة ظاهرة التشهير تكمن في عدم قياس حجم الضرر النفسي، ومين كنقول لنا حجم الضرر النفسي راه ماشي هو الضرر الجسماني، راه كاين هذاك الشخص اللي كيتضرر والعائله ديالو الاسره ديالو الاطفال ديالو ديك لونتوغاج ديالو. وفحال كتعرفوا ان الانترنت والناس راه ما كينساوش، هي ظاهره عابره للاسف. شكرا سيده النائب. الذي قدمه اسود الاطلس، وفي هذا الاجماع الوطني جاتنا واحد الجوقه ديال الاعلام التي ارادت ان تبخس هذا الاداء وهذا الاداء يعني التاريخي ديال اسود الاطلس. فنقول لهم لن تسرقوا فرحه المغاربه ولن تنغصوا عليهم، هذه جوقتكم، لا تتقنوا مقامات ولا نوطات ولا تشنفوا مسامع. اسود الاطلس قالوا الكلمه ديالهم في قطر، وما علينا الا ان ننحني لهم احتراما واجلالا وتقديرا للاداء التاريخي اللي داروه. وشكرا. راه الصحافه في المغرب فيها نوعين، فيها الصحافه المعقوله والجديه والنزيهه واللي عندها حضور، وكاينه ديك الصحافه اخرى عافاكم ما تهتموش بالخزعبلات. الفريق الوطني هناك من يريد ان يسيء اليه، وهو شرفنا وشرف المغرب، وهذيك الاشياء ما خصهاش تمس بينا، وهذوك الناس فوق انهم يمس بهم واحد الجريده خزعبله ما عندها حتى قيمه. شكرا.